السلام عليكم، الاسم ديالي المهدي، نزيل بالمؤسسة السجنية عين 71، طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق. التهمة ديالي هي المشاركة في النصب. تحكمت بثلاث سنوات ونصف، الآن قضيت منها سنة ونصف قضيت منها سنتين، وبقات لي سنة ونصف باش يكون الإفراج إن شاء الله. الحمد لله، اللي تعلمت من السجن تعلمت الصبر، وصراحة كانت فرصة باش الإنسان يطلب العلم ويثبت الذات ديالو. إن الحمد لله المؤسسة السجنية تحت لنا فرصة باش نكملوا الدراسة ديالنا. أنا حصلت على شهادة ديال التكوين المهني لسنة 2020-2021 بمجال الإعلاميات، وحصلت على شهادة البكالوريا أحرار بميزة مستحسن، والآن طالب بكلية الحقوق. هو صراحة السجن تيسلب لك الحرية ديالك أولا، ولكن هو تعلمك بزاف ديال الحوايج، لان تتلقى مع بزاف ديال الشرائح ديال اللي كاينين في اللي تتعيش معهم، تتعلم منهم، تتعلم شي حوايج اللي حنا نقدروا كنا تنديرهم على برا ولكننا ما كناش عارفين العقوبه ديالها. والحمد لله اليوم تنتمنى مع الله سبحانه وتعالى باش نخرجوا يعني بشي حاجه ايجابيه. والحوايج الايجابيه اللي تعلمتهم هو بانني الحمد لله الانسان في وقت الفراغ ديالو تيتقرب الله سبحانه وتعالى، وتيحاول يثبت الذات ديالو بالعلم، وتيحاول تنطلعوا يعني تتحاول باش تطالع على بزاف ديال الامور، وتنحاولوا نجتهدوا حتى يعني في الدروس ديالنا. وافتقدت الابناء ديالي، افتقدت الوالدين ديالي، وافتقدت الحرية ديالي، وتنتمنى بأن هاد النجاحات هادو يكونوا كشرف للعائلة ديالي. والعبرة اللي خديت هو الإنسان خصو يعني يتعلم من هاد يعني هاد المشاكل اللي تيكونوا تقدر توقع فيهم على في الخارج، والإنسان يحاول يعمر الوقت ديالو. وهذه دعوة لجميع النزلاء اللي ما التحقوش بالطلبة يلتحقوا بالطلبة. الحمد لله المؤسسة موفرة لنا جميع الظروف، وتنتمنى باش تاهما يكونوا في المستويات اللي احنا فيهم الآن. تنتمنى وتنتمنى يعني أنا لما حضرت الندوة اللي كانت الربيعية ديال الطلبة، كان يعني الحديث على بالنسبة للشهادة ديال الفيش أنتروبروميتريك، يعني باش تكون يعني ما فيهاش يعني تكون فارغة، وتنتمنى باش نقدروا نلتحقوا حتى حنا نكونوا نشاركوا في التنمية ديال البلاد. الرسالة ديالي، أنا ما عمرني كنت نتوقع نكون في السجن، والصورة اللي كانت عندي ديال السجن على برا ماشي هي ديال اليوم. المؤسسة السجنية أنا تنعتبر راسي كأنني تندرس يعني داخلي، ومفرنا جميع الوسائل. هو الحبس إلا ما حطها الإنسان خصو يستفد منها.